طريقة التسجيل ببرنامج سهل. تنزيل تطبيق هويتي من خلال المتاجر الرقمية والتسجيل في تطبيق هويتي. ترقية التطبيق وتفعيل المصادقة من خلال تعريف الوجه. تنزيل تطبيق سهل من خلال الهواتف الذكية. الدخول بالرقم المدني لتطبيق سهل. الموافقة على الشروط والأحكام. تسجيل الدخول في تطبيق سهل. الدخول لتطبيق هويتي لتفعيل المصادقة. العودة لتطبيق سهل واستخدامه. في حال مواجهة أي مشكلة في التطبيق، يمكنكم التواصل معنا عبر وحدة الاتصال الحكومي الموحد واصل على الخط الساخن 101.